مناهضة العنف الموجه ضد الأطفال من قبل الأولياء والمربين محور اهتمام ورشة عمل نظمتها قرية أطفال أسواس بأكودة في هذا الخصوص. سعاد بن حمزة هي أم لثمانية أطفال من مختلف الأعمار. في بعض الأحيان تلجأ إلى معاقبة أبنائها عندما يرتكبون أخطاءً. عايش ولدي يهديك ربي ما تخلينيش في مواقف يهديك ما تجيبش لروحك العقاب راني ما نحبش نقود بيك راني ما نحبش نعاقبك معناتها ديما نحاول اني جي ايفيت معناتها نكسبه وبعد ما يتعاقب اني نتاسف طعم مام شويه صبر شويه خبره وشويه حب وشويه كل يوم نتجد وكها. ولكن السؤال الذي يطرحه الاطفال زعما تفهمني وما عادش تعنفني كان موضوع ورشة العمل التي نظمتها قرية الأطفال أسواس بأكودة وذلك لمناهضة العنف الموجه من قبل الأولياء والمربين ضد الأطفال. وباش نخرجوا بتوصيات إن شاء الله لمناهضة أولا النساء العنف نحبوا نحاربوا العنف الموجه ضد الطفل وفي نطاق تحسين العمل نتاع الاطارات هذوما الكل من مختلف وزاراتهم سواء من الناحيه القانونيه والتشريعيه او من الناحيه الماديه او من الناحيه نتاع اجرائيه العمل او من ناحيه حتى التكوين البشري معناها العنصر البشري للعامل. اهم حاجه في التكوين معناها التعليم الابتدائي هو نركزوا على الجانب النفساني للطفل على خاطر اذا كان وصلنا نجحنا باش نخرجوا الطفل متوازن نفسانيا معناها نضمن لك النجاح من بعد 100% ونأكد لك اللي الأطفال اللي ما نجحوش في حياتهم الدراسية هكوما أطفال معناها ما خذاوش من المدرسة الابتدائية اللي هما في حاجة ليه من عاطفة ومن محبة ومن كل المشاعر هذيك النبيلة اللي ياخذها الطفل من الأول. اليوم التربية المعاصرة ماشية في اتجاه التربية الموجهة للطفل حسب احتياجاته مش حسب ما تفرضه البرامج اللي هي تجب تكون في عمومها الشكلية غير مفصلة والتفصيل إذن خاص بكل طفل بميولاته باستعداداته بمؤهلاته الجسمية والعقلية والبدنية وكذلك بانتظاراته وانتظارات المجتمع اللي هو ينتمي ليه. وتبقى الأسرة والمدرسة مؤسستين أساسيتين.